في حالة أكثر ما يقال عنها أنها غريبة، وبعد مرور 9 سنوات على هذه الحال يعاني السيد أوباح أحمد جراء مرض أصاب معدته حرمه التلذذ بالأكل. عندي ظروف صحية قاسية من عام 1992، عشت في ظروف قاسية، عندي مشكل في المعدة وعانيت منه حتى ما تركت أطباء، ما تركت طرقات، ما تركت أي بلاص أعشاب، وكي جات المعدة عانيت حتى أواخر 2010 بنت الأعراض، وليت فيني أكون ضيق علي الماكلة، بدأ حشاك من الطيب. فرغم تناوله للحليب فقط وذهابه لعدة أطباء من أجل المعالجة، لكن حالته لم تتغير، بل زاد مرضه استعصاء، ليصل به الحال إلى بيع مسكنه الوحيد لتوفير العلاج دون جدوى، ليبقى الأمل الوحيد في العلاج بدولة تونس، إلا أن الظروف المادية لا تسمح. التقاء الحليب ولا ياورت ولا حاجة، والظهرت الصحية من حاجة لحاجة لحاجة، والعلم أني في ظروف قاسية بطال. طالب منكم يا أهل الخير وأهل المحسنين بكافة الجزائر وفي الجلبة وفي أهل المسعد الإعانة ولو بالقليل. يناشد أوباح أحمد المحسنين للنظر إلى حالته ومساعدته على العلاج، راجيا من أهل الخير التكفل بحالته.